استقبل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا. أكد الوزير على تضافر جهود البلدين لفتح أفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك بحث سبل إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون، فضلا عن نقل وتخزين الهيدروجين الأخضر. يأتي هذا في إطار الربط الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة، بما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة. أكد وزير البترول كريم بدوي اهتمام الحكومة بتحقيق تقدم مستمر وتطور واضح لصناعة التعدين، ومن ثم زيادة عائداتها على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جولة وزير البترول التفقدية لهيئة الثروة المعدنية، تخللها اجتماع بمسؤولي قطاع التعدين، وتم خلال الاجتماع تناول مستجدات العمل بالقطاع والعمل على زيادة جاذبيته للاستثمار. استقبلت وزيرة التنمية المحلية منال عوض وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف اللقاء لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة. وفي بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي في المحافظات الثلاث الدقهلية والغربية وكفر الشيخ. استقبلت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط السفير قحطان طه خلف الجنابي سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وأكدت وزيرة التخطيط حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية. من جانبه أكد السفير العراقي أن مصر لديها إمكانيات كبيرة، ويمكن للشركات المصرية أن تسهم بشكل أكبر مع استغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 وذلك بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 30,584 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 7569 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان وذلك بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10713 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فقد تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط وذلك في عامي 2024-2025. أما على صعيد التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وذلك بنسبة 3% ليصل إلى $75.19 للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% أيضا وذلك ليصل إلى $71.06 للبرميل. وانخفض سعر المازوت عالميا وذلك بنسبة 44% ليصل إلى $2.12 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل $2.34 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق، واستردت المؤشرات جزءا من خسائرها التي منيت بها في الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ففي أسواق المال الإماراتية بلغت مكاسب سوق دبي المالي 4.17 مليار درهم، بينما ربح سوق أبو ظبي للأوراق المالية 19.2 مليار درهم بإجمالي مكاسب بلغ 23.38 مليار درهم. في المقابل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفض 109.54 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وأغلقت بورصة الكويت خلال التعاملات على انخفاض مؤشرها العام بنسبة بلغت 1%.